الفريق أسعد عبد الكريم أحد رجال الدولة الذين خدموها لأكثر من ربع قرن من العطاء المبذول. خدم العديد من المرافق الأمنية التي أنيطت به، فقد تدرج في عدة مناصب عسكرية منذ أن كان ضابطاً، فقد أوكل إليه مرفق الجوازات عندما عين مديراً لها، فأدارها بحنكة وإدارة تنفيذية حكيمة. ثم صدر بعد ذلك القرار من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز يرحمه الله وزير الداخلية آنذاك بتعيينه مديراً للأمن العام بكل قطاعاته، فكان أهلاً لتلك المسؤولية التي تولاها بكل جدارة واستحقاق، وأضاف لها الكثير من التطوير والتقدم. كانت علاقته بالرياضة ومحبيها وطيدة جداً، بدأ ذلك بعشقه لنادي الاتحاد عشق محب لرياضة وطنه. تطور حبه ذلك حتى صاغه بانضمامه لكوكبة أعضاء الشرف، ثم بدأ بعد ذلك في دعمه المتواصل ولا محدود، إلا أنه لم يرد أن يظهر بشكل مباشر وواضح، فلم يكن ذلك من أولويات الفريق أسعد عبد الكريم، بل كان همه الارتقاء بالنادي ووصوله لأعلى المراتب، وقد تحقق له ذلك ولجماهير العميد، ولقبته بعدها بالعضو الفعال. كانت للفريق أسعد عبد الكريم علاقة وطيدة بالشعر الغنائي والوطني أيضاً، فقد كتب أكثر من 50 قصيدة وطنية تغنى بها العديد من الفنانين، كان من أبرزها يا هلا بك يا المعارك وملك القلوب، والقصيدة الأشهر التي تغنى بها الفنان الراحل طلال مداح، والتي كان التلفزيون السعودي يستعرضها كثيراً قبل أكثر من 20 سنة، حبيبتي ديرتي. وللفريق أسعد عبد الكريم كذلك العديد من القصائد الغنائية التي صدح بها الكثير من الفنانين مثل طلال مداح ومحمد عبدو وعباد الجوهر، كان من أشهرها جيتني مرحبا بك والعين بحر. جيتني مرحبا بك بعد طولة غيابك، جيتني مرحبا بك بعد طولة غيابك، عن خطأ تعتذر لي، عن خطأ تعتذر لي، قابلين اعتذارك، قابلين اعتذارك، ما تعود يا حبيبي. معالي الفريق أسعد عبد الكريم، رايح مدير الأمن العام في السعودية سابقا، حياك الله معنا في برنامج وينك. حياك الله، يا هلا بك. احنا سعيدين اليوم بتواجدك معنا في برنامجنا وإضافة كبيرة بلا شك. وانا قلت لك انا اسعد، ما اضيف شيء لان انا اسعد اسمي واسعد بكم. الله يخليك، احنا نسعد فيك اكثر. ونوجه لك السؤال الاول في برنامجنا، تفضل. وينك؟ ويني؟ اهو جالس على الكرسي زي ما انت شايف قدامي موجود. والله يا اخي شوف، هي مو مسألة انك انت لازم تعمل مجهود كبير عشان الناس تشوف انك موجود. هذا قضية الوجود او التواجد على صخر خلينا نقول، تعتمد على شيء، يا انك انت عندك عمل، يا انك عندك نشاط اجتماعي شايف معين. فاذا في عمل بطبيعة الحال حتبان، يعني حيشوفوك وعاد شوف الشوفة كفية يعني ممتازة ولا نص نص حسب التوفيق. والثانية في النشاط الاجتماعي الرياضي فني، وانا والله يا اخي شوف الانشطة هذه اصبحت يعني فيها شغلات كثيرة من خلف الستار، وأنا لا أجيد الشغلات هذه، فلذلك الواحد يقول إيش جنب الحيط يقول يا ساتر. ما تحب الإعلام دائما، حتى شخصية أسعد عبد الكريم يعني مؤخرا ظهوره نادر قليل حتى من خلال النشاط الرياضي. أنا أؤمن بالإعلام وأحبه، لكن لا يعني هذا إني أنا ما عندي شغل لطالع في الإعلام. يعني يعني أقول لك شيء، يعني أنا كده عندي أكثر ما يطلع في الإعلام اللي ما عنده شيء يسويه، يعني خاصة في مجال الرياضي تشوف اللي يطلع كل يوم هذا ما سوى شيء شايف، واللي يطلع كل أسبوع واللي يطلع كل شهر، اللي يطلع كل سنة هذا يمكن هو اللي يعمل أكثر. جميل، راح نجي على الموضوع الرياضي. الشيء الرياضي لا مثال، أنا قصة الطلوع يعني لا أنا عندي أسئلة كثيرة في موضوع الرياضة، وتحديدا أنت مهتم ما يضر بشأن الرياضي وتحديدا نادي الاتحاد السعودي، وراح نجي على الشعر ومحطات حياتك كاملة. تفضل والله عين. خلينا نبدا من البدايات، بدايات أسعد عبد الكريم، الطفوله، المدرسه، الحاره، وين كانت؟ والله شوف انا اقول حاجه، اول حاجه اني انا الحاره شبه معدومه كانت في حياتي، انما
أنا ولدت في جدة وعشت 12 سنة هذه أو 13 سنة الأولى شايف ما بين جدة ومكة. تمام. والدي الله يرحمه ويغفر له كان في مكة شايف، بعد ما كنا في جدة فترة قصيرة ما ولدت كذا طلع مكة وعاش في مكة مع الوالدة والأخوات والكذا. أنا كنت ما بين بين، أختي من أخواتي تزوجت وزوجها في جدة وكانت تحبني كثير وكنت أنا صغير السن، فكانت أتلهف عليها فكانت تجيبني جدة معها شايف. وزوجي له فضل حقي علي، علمني القراءة والكتابة قبل ما يدخلني المدرسة، وذلك كنت أنا من قلائل اللي دخلوا المدرسة في سن صغيرة جدا في ذلك الأيام. والسبب رحيمي هذا الله يذكره بالخير اللي أدخلني المدرسة وأنا في سن صغيرة، ولا كان يمكن كان أول ابتدائي يكون 10 سنين 11 سنة، لا أنا دخلت وأنا صغير. وحقيقة حارة ما كنت، لأنه أنا كنت خجول جدا حتى في المدرسة، يمكن كنت خجول في المدرسة وفي الحارة كنت يعني خجول جدا، يعني يمكن زي ما بقول يعني يمكن لما أحد يقول السلام عليكم أخجل أن أقول عليكم السلام، أمن كده أجي ماشي جاري على البيت ومش عارفه، مو معناته ما لعبت في الحارة ولا ما لا فيه، بس يعني محدودية. كنت أكثر شيء مع الجيران أولاد الجيران، أروح للجار أنا وعنده عيال كويسين هذا كانت يعني، وكنت يعني لحد ما أكثر هواياتي أو أكثر اهتمامي كنت القراءة، يعني كنت أقرأ بناهم كثير، يمكن الآن لا أقرأ ولا 10% زي ما كنت أقرأ زمان. فهذه بعدين هي كانت كلها حياة صغيرة، يعني أنا عمري 15 سنة 14 سنة ونص دخلت مدرسة الشرطة، صرت دخلت يعني تعرف الأمور كانت بسيطة وسهلة، سهلة وصعبة في نفس الوقت، يعني أنت ليش دخلت أنا عمري؟ لأن حاجة كانت ظروف صعبة شوي جدا، فكنت أحب أني أدخل عشان أتخرج عشان أساعد والدي وأساعد أهلي. هذا اللي أنا أعرفه عنك أيضا، أنه أنت تخرجت وتحملت مسؤولية الأسرة كاملة وتحملت مسؤولية الأخوان والأخوات وكذا. صحيح. هذه الشخصية يعني الشخصية الجادة كانت يعني هي سبب لدخولك المجال العسكري، وكيف تكونت شخصيتك العسكرية؟ شوف أنا كنت صراحة أبحث عن عمل للسبب اللي قلته شايف، ساعدة الوالد وكذا يعني. فكنت فأنا أول فكرة كنت أدخل وزارة الخارجية، كان عندهم وظائف وتقدمت ونجحت، بس ما أدري ليش كده تراجعت. ومرة كنت بدخل الطيران وكان في مسؤول فريق كده رحت له فقال لي أنت صغير جسم يعني نحيل وبعدين صغير سن وش يدخلك العسكرية؟ قلت له أنا ما جاتك تنصحني، جاتك إذا أنت واحدة من اثنين، يا النظام يسمح لي أدخل يا ما يسمح لي. طيب تعجب كده طالع فيه فريق أيامه، قال لي خلاص تعال السبت، جاتني ردة فعل من الجبهة وبطلت. كان في الأيامها إنه مدرسة الشرطة كانت ابتدائي وسنتين، في هالسنة نفسها سبحان الله صارت 3 سنوات ها وكفاءة، كنت أنا خريج كفاءة. فنسيبي قال لي أنت شوفك بتدور الوظيفة، إيش رأيك في الشرطة؟ ما عندي مشكلة أنا بدخل أي مجال أشتغل فيه. فكان لازم أطلع حفيظة وذكرت له قصة كمان، قالوا لازم يتسنى الدكتورة ثاني سن صغير جدا يا العمر 14 سنة عشان أطلع حفيظة، ورجعنا وبعدين بالوساطات خلى عمري 25 من 14 ل 25 كبروك عشان بس بعدين يعني. فدخلت المدرسة الشرطة، يعني هذا كان قصة دخول المدرسة الشرطة واتجاه العسكري، ما كان يعني هدف أساسي حقيقة. هل كانت شخصيتك في المدرسة لما كنت طالب كانت شخصية جادة عسكرية؟ واضح من مدرسينك يعني شايفين فيك الشخص ذو الشخصية الحازمة اللي حيكون. والله شوف عشان ما نكذب على بعض، أنا كنت صغير يعني شايف، يعني ما بين 14 15 ما في عندنا دقه في السن تعرف قديم زمان، لكن في هالاطار فما يعني في هذا السن في ذيك الايام يعني يعتبر زي الايام هذه 17 20 18 صراحه يعني، لكن برضو مو ذيك التجربه وذيك الشخصيه الفذه وذيك لسه الواحد يتكون. ف بس انا كان لي يعني شيء القراءه فادتني كثيرا والظروف الاجتماعيه حقتنا في البيت واشياء زي هذه. فاللي حاصل انه يعني أنا كنت نحيل جدا، وزني ما تجاوز 40 كيلو تمام، فكنت أحاول أغطي يعني أنا شخصيتي من أساس أحب أكون جري وشجاع وذا، لكن داخلي أكثر من ظاهري شايف. فلما جات العسكرية دي أفادتني إني أطلع اللي جوتي لبرت شايف، فكنت أحاول أوضح إني أنا قوي إني أنا إنسان لشخصيتي وكذا، إنه مو جسمي هذا اللي تشوفونه ونحليها هو يعني أنا بس هذا. فكنت أحاول أعوض هذا بأن أكون جاد أكثر وإن أجتهد أكثر وأكون أول في الطابور وأول مش عارف إيه،
فهذا اللي خلاني شويه يعني بارز في هذه بدايه تكوين الشخصيه العسكريه. طيب لما رحت لمكه اللي هي 40 يوم درست فيها، هي في نفس المدرسه، في نفس المدرسه هذه 40 يوم طال عمرك، يعني كل الناس تمر عليهم وكل من في الكليات الشرطه تمر عليهم، فمرت علينا يعني من ضمن الاشياء هذه. الحقيقه طبعا في كان هم في هذا بعد 40 يوم يقرروا من يعطوا، مثلا مسؤول عن الثقافه ومسؤول عن الصندوق الطلبه ومسؤول عن نادي السينما والسينما، يعني حاجات. فكنا دائما يعني ضمن الاشياء يعني جات الشيء بالشيء، وكانت تقول تراث شخصيه مش شخصيه. فانا طبعا كان بعد 40 يوم دي تيجي مسؤول مدير الكليه او نائب او اللي يكون يعني اجتمع بالطلبه يقول لهم انه احنا اخترنا فلان ليكون مسؤول عن هذه الاشياء. طبعا كان كل الانظار تتجه لزيد وعبيد وحمد، لانه في صراحه جسامهم وشكلهم، بعضهم كانوا في عسكريه من قبل، وانا اصغر واحد وانحف واحد يعني. انا كنت اتوقع زيد عبيد محمد عبد الله مثلا، الا قال هذا اللي ثقتنا في فلان، الا قال اسعد عبد الكريم. والله يعني انا طبعا فوجئت بالعمليه، انا اصغر واحد وانحف واحد ومداري شويه يعني، لما يوقفوا يغطى علي. فكيف يختاروك؟ مو ما هم كانوا سيئين، بالعكس كانوا والله من خيرة الناس وكلهم طيهم بخير، لكن اختاروني خلاص يعني. شافوا فيك شيء؟ هم شافوا يعني. طيب وكيف أنت تعاملت مع هذا الأمر؟ لا أنا جاد في كل شيء، جاد يعني ما في يعني، في الأكبر مني واحترمهم وأحيانا هابهم من ما شاء الله شخصياتهم، لكن كنت حريص يعني. يجي يبغى سلفة زيادة ما فيش مثلا، هذا النظام تزعل ترضى، يجي بيخش السنة بدون فلوس ما في، ترى حاسبك ما كل اتفيك. والحقيقه يعني كانوا حبايبي كلهم يعني، وتفاهموا معنا ومشيت يعني. هي لها قصص كذا، ما يعني الحديث لا او الوقت لا يسمح بالتفاصيل كثيره في هذا الموضوع. طيب لاحقا بعدين رحت الطائف، او اول مره تعينت وين تعينت؟ احنا تعيننا كان في شرطه النجده منشاه جديد، الذي كانت فكره او يعني قديمه بس فكره في المملكه، كانت الله يرحمه الفريق يحيى المعلمي، وكان أيامه مقدم هو. وانشأت في جدة كتجربة أولى شايف، وطلبوا من دفعاتنا على أساس أنه متخرجين جديد وأنه تفاءة تعرف كما أيام لا قيمة، وثلاث سنوات نعتبر يعني من متعلمين أحسن شايف. فاختاروا منا 15 أوائل الدفعة، ما أنا كنت من ضمن 15. فجينا عملنا في النجدة في جدة لمدة اشتغلت فيها حوالي 3 سنوات شوية، وبعدين رحت على معهد المرور في الرياض يعني. طبعا بس في تنقلات كثيره في فريق اسعد يعني في حياتك، الطائف الرياض بعدين جده بعدين رجعت مره ثانيه الرياض. هو كله كانت اكثرها جده الرياض، جده الرياض، بس انا كانت رحت عسير مره ومره الطائف، عسير مدير مرور والطائف مدير مرور، الباقي كان ما بين جده والرياض كلها تنقل. بس يعني دائما يخرج اسعد عبد الكريم بطلب منه يعني، عسير انت طلبت تطلع، الطائف نفس الشيء، ليش هذه الشخصيه دائما؟ طبعا انت قد سمعت هذا الشيء، لكن اقول لك تكون صادق، عسير لا صراحه لا، بس هو الطائف انا طلب مني، مرور جدا انا طلبت العفاء منه شايف بعد 5 سنوات يعني. حتى المدير كان محمد رجل حربي الله يطول في عمره حاضر ان شاء الله، طلب مني البقاء واصر، قلت له اعفيني انا عديت 5 سنوات لا استطيع ان ابقى اكثر من ذلك. فسر انه في شغلتين، واحدة إنك تتشبع وتعتقد إنه خلاص يعني، في ناس ما يتركوا المنصب يقول لك يعني جدا كان الناس يعني تخطب وده يعني شايف، والله العظيم إنه تركته بإرادتي وبرغبة وبإلحاح شايف. فتشعر إنك خلاص أديت اللي عليك شايف. الشيء الثاني يعني مثلا تكون الأدوات اللي تحت بيك ما تساعدك، مثلا كان في الطائف نفس هذا جزء من هذا الاسباب ترك الطائف، ما طولت فيها قريب 2 سنين ومشيت يعني، كانت الادوات ما كثير يعني. انت غير راضي على اللي موجود يعني فيها؟ لا راضي عن المده اللي اخذتها كل عمل. لا ما اقصد لا مر يعني الواحد رضا الكامل، بس لا لا ما اقصد عن عملك، اقصد عن لما خرجت من طائف مرور الطائف ما انت راضي على الوضع في الطائف، عشان كذا طلبت انك مو وضع. خلينا نكون صادقين، انت تحتاج لما تعمل ما تعمل لوحدك، يعني مثلا الشرطه معاك لانه يعتبر كان رؤسائنا، مثلا الاماره شايف، مثلا البلديات، فاحيانا ما تجد الجو ملائم، ما طعم في احد، لكن احيانا الجو ما هو مناسب، نجد قله امكانياتهم، ضعف احيانا بعض ما يتفهم. انا كنت اجي في كل مكان ويقولوا هذا شيء جديد يعني، مثلا اقول لك مثال، كان في برحه القزاز اسمها في الطائف، كان الناس رايحين جايين، فانا سويت خليت اتجاه واحد ولفت ولفه، فزعلوا التجار علي وراح اشتكوني،
طبعا لانه لما كانوا يروحوا يجوا يشتروا ناس كثير، انا كانت اسوي ازمه مروريه وما لها لزوم، فحاول اتدخل وقول له لازم تعدل، ما عدل. انا انسان مسؤول المرور، هذا من ضمن الاشياء مثلا. فاحيانا ما يستوعب البعض انه في جديد، انه ممكن يصير في تغيير، فيجوا يبغوا تبقى على لازم. يقول لك هذا مثلا في موضوع برضه في الطائف كان في مواقف معرقل الحركه، وكان في مسؤول معين في الشرطه وكذا، والله ما الله فيهم خير. فبيقول لي يا اخي انت ليش غيرت؟ احنا ساكنين هنا ولنا 20 سنه ما غيرت، عشان له 20 سنه بدي اغيره. يعني مو عشان له 20 سنه ما يتغير، المهم ما هي النتيجه، انا احسن ولا هو. فريق اسعد، خليني اتحدث عن تجربتك في جوازات الرياض. عملت في جوازات الرياض واحدثت كما يقول كثيرين انه انت احدثت نقله اداريه وطورت وركزت في العمل على الانتاجيه، انتاجيه الفرد، اكثر من تركيزك على الروتين او ما يسمى. كيف تصف انت تجربتك في جوازات الرياض؟ والله شوف اقول لك، اول شيء اقول لك مبدا عام، اذا انت تريد ان تعمل فستعمل، اذا ما تريد ما راح تعمل، فاهم؟ يعني مستحيل ان تجي مثلا الى جهاز يكون مثلا متواضع شويه في 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 ادائه، ثم مثلا تصير من 20% الى 70% الى 80%، يعني انا ما بدي اقول 100%، شايف انه يعني انه عبقريه زايده. خلينا نكون واقعيين، كيف كذا يعني خلقت شيء ما... لا معناته الامكانيه فيه بس ما بتشتغل، فهمتني؟ مشكلتنا كانت مشكله نظام، ما في نظام، لا حد يوقف في سيره، لا حد يدري، يعني كله بس امشي يلا يتجمعون مع بعضهم البعض فوق بعض، يداومون من الساعه 3 في الليل. يعني انا جيت لما مسكت جوازات الرياض، كان الله يرحمه الفريق فهد ومدير عام الجوازات، فقال لي لا سعد لا تحرك الا بعد كم شهر عشان ايش تدرس الوضع كويس. انا ما اقدر اجي اشوف وضع، اشوف الناس فوق بعض وما ساكت. على طول قلت اول شغله اجيب الدفتر اكتب اسماء اللي يجوا، لسه ما في ارقام ولسه سعد تعرف الامور ما اقدر، لان ما بين ما اجيب ارقام بين ما يمكن تاخذ وقت، شايف؟ فقلت لا اجيب ورقه اكتب او من اول ما جاء او في اول ما جاء. فعلا بدوا الناس في الاخير تكلمت ما تجون الساعه 3 يا حبيبي، تعال على وقت الدوام ونمره وخذ نمره وكذا. فمساله باختصار مساله نظام وتعويد الناس على النظام وتساوي بين الناس، شايف؟ مش انه نظام ورقه ولا ويجي الثاني يدخل من ما كان في محسوبيات او واسطات يعني؟ لا ما في. شوف بدي اقول لك شيء، انا ماني شمس شارقه اني اعرف حتى الخفايا الدقيقه جدا جدا جدا، لكن انا كنت اهم شيء عندي اني اضمن اني ما اعرفه والاحظه واراه واسمعه اعالجه، شايف؟ ايش كانت الظواهر السلبيه يعني تشوفونها؟ الاشياء السلبيه، السلبيه اللي شفتها وعالجتها غير هذه الاشياء اللي تتعلق بي. شوف انا اقول لك شيء، انت عندك يجب ما دام تعمل مع ناس لازم تعترف ان هذول الناس مهمين في حياتك وفي عملك، مو بس انت اللي يعني ما شاء الله اللي ما في غيرك وزيك، شايف؟ انا بقول لك عندي بقول كلمه، لو ما في جندي ما كان في مدير امن عام، واللي هو على رتبه تقريبا يعتبر، شايف؟ فهذا الجندي هذا هو القاعده، هو الاساس، هو لازم تهتم فيه، لازم تحبه وتحترمه وتوجهه وتوقف معه وتحاسبه في نفس الوقت، شايف؟ فكان يعني الافراد يحتاجون، يعني انا كنت برغم الشده يقولوا اني قوي، انا يمكن لو تيجي تحسب كم عاقبت تلقى عقاباتي قليله جدا جدا. كان الحزم بالحب وبالاحترام وبتراعي النظام، انك اذا خالفت حيحاسب، شايف؟ وانه ما في مجامله في هذا الموضوع، فكل عرف هذا الكلام. فوق هذا ما في فرد يجيني ما اقدر اسوي له شيء وتاخرت عنه، اعمله بمحبه. يجي الفرد عندي اقول له اجلس شيل بريهك جيب له شاي اقعد اسولف معاه، شايف؟ يحس بالاحترام والحب في نفس الوقت. فبالتالي هذه التشكيله هي تخلي كل الافراد والمدنيين كمان، يعني ما هو بس حتى المدنيين كانوا موجودين ونعم، شايف؟ كلهم فلذلك شوف، وبزيد على هذا بقول لك شيء، مثلا اديك مثال في مرور الطائف مثلا كان شديد انا في العمل، تعرف ممكن والله يعمل الافراد في اليوم 12 13 ساعه، يعني سبحان الله او 14 احيانا. فكان في صديق كذا عزيز هو في مركز معين وكان ما يرتاح لي كذا، وصار بين اشكاليات ومش عارف ايه. فالمهم انا ذهبت، شايف؟ ذهبت يعني صار بين اشكاليات يعني قويه يعني، شايف؟ فيوم طالع هو صديق له صديق لي طالع كذا قال وينك يا سعد؟ قال له انت كنت مثلا ما ترتاح له تقول انه شين؟ قال يا زين شينه، شايف؟ فهذه واحده. الثانيه
يقول لي صديقي انه سهل افراد انتم يعني ليش اشوفكم برغم انه خف عليكم العمل يعني بتحسفوا على فلان اللي هو علي انا. قال له انه هو معانا في الميدان. انت كنت تنزل الميدان انزل الميدان انزل نزول يعني مضبوط ما هو انزل بس يعني يعني لازم في اليوم اقل شيء يعني 4-5 ساعات انا اكون في الميدان انا مدير مرور يعني شايف اذا طلب الامرك بذلك ما في مانع. طبعا انا عندي اداره في النهار الى الساعه 7-8-9 اكون في المكتب بس اكون قد طلعت في طيب بخصوص الجوازات كنت تسمح للموظفين الجوازات او افراد الجوازات المسؤولين عن اصدار جوازات او انهاء اعمال معينه انه اذا انهى جزء او عدد معين يغادر لو كان الساعه 9 او 10 الصباح؟ لا مو صحيح. هل كان هذا الكلام؟ لا 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 مو صحيح. حكون صادق معك انا كنت اقول لهم الى 2:30 لو جاء مواطن 2:30 احنا نخدمه والعمل عملكم حيبقى في مسؤوليتكم فلا تتاخر فيه انجز احسن لك شايف. طيب هل انت راضي تماما عن كل ما قدمته في فتره ادارتك لجوازات الرياض؟ شوف بدي اقول شيء والله يعني الحمد لله انا مرضي ضميري ومرتاح جدا لكن هل تقول لي كل شيء تبغاه صار؟ لا طبعا. ايش اللي كنت تبغاه ما صار يعني حاولت انه ماني انسان كامل ولا اللي معايا ناس كاملين شايف يعني حتما في نقص يمكن ما نعرفه فاهم لانه احنا بشر فاهم. لكن مثلا تمنيت انه مثلا موضوع الـ 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 توقيف الوافدين وموضوع المتخلفين هذا انتهي تماما يعني هو مشكله انه احنا بلد لنا حدود كثيره وتعرف هذا جاي وهذا رايح وهذا فكان هذا من المواضيع اللي كنت اتمنى انه يصير في شيء افضل تمام. احنا اجتهدنا فيه. ايش سويتوا انتوا؟ اجتهدتوا سوينا حمله معروفه في الجوازات سوينا حمله بس انا ما كنت مدير عام الجوازات انا سوينا حمله اللي كان مفروض انها تصير من كذا سنه وكان في متطلبات ماليه وانا بديت استعدادي اني اعملها لاسمه سيد الامير نايف الله يرحمه ويغفر له. قلت له طبعا انا بدون فلوس ما ابغى فلوس انا بدي اشتغل. قال لي يعني بس اديني فكره كيف يعني بدون فلوس وانت؟ قلت والله طول عمره لما يمت بالسيف مات بالاعلام شايف. فانا بدي اخليه اتحملني وخليني اتحمل المسؤوليه. قال لي تفضل. قلت له بس ابغى شويه قرارات عشان اقدر اشتغل وفعلا الله يغفر له ويسامحه ما قصر. هذا الرجل غريب اذا حطك قائد حطك قائد ما يقعد كل شويه ايش سويت ايش عملت مش حطك وحاسبك في وقت معين بعد 6 أشهر بس تعال ايش صار في الوضع. لكنه ما يشغلك المشكله اللي يقعد يشغلك شايف ما تعرف تشتغل. وفعلا قمنا بحمله اعلاميه شايف كبيره اخترت وقت طويل يمكن 6 أشهر وبعد ما بدانا بعد ما خلصت بدانا حوالي اظن شهر اذا اتذكر ما نمسك برضو الخالد صرنا نقول خلاص ترى بدات الحمله يعني حتبدا الحمله انتبه كذا انت لين شايف. بعد كده بدأنا الحملة وفعلا كانت شديدة وأظن طبقها في ذاك الوقت يمكن بنسبة 90% على الأقل وقت. علاقتك أبو محمد كانت كويسة مع الإعلام حتى يقال أمين؟ مع الإعلام حتى يقال دائما أنه أسعد عبد الكريم يدير الجوازات ولاحقا الأمن العام بالإعلام. يعني صرت بالإعلام مدير عام مدير عام جوازات؟ لا أنا أقصد علاقتك في الإعلام إذا آخرين يقولون يعني هم أهلوني يعني قصدك؟ علاقتك كويسه مع الاعلام كيف ترد على هذا الكلام؟ لا ليش صارت كويسه؟ لازم تسال نفسك ليش؟ انا اقول لك شوف انا لما اذكر لما كنت في جوازات منطقه مكه المكرمه ولو ترجع هذه الفتره كتب يمكن لا يقل عن 50-70 مقال تقدير رحت لشخص البسيط. ليش؟ ترى ما كان يجون يتوسطوا عندي لا تفكر يعني بالعكس انا الواسطه منعت انا في واحد راح لواحد قال له ابغى واسطه لاسعد قال له هو اسعد واسطه من لا واسطه تروح شايف. لما انا كنت عندي المواطن يجب الخدمه توصل له في يده مو لازم هو يتدلل او يحتاج انه يترجع عشان تنزل. من هذا المنطلق صار في الحب. اثنين انا ماني من النوع اللي اخاص بالاعلام. انتقدني ايش المشكله؟ خاف يعني من الاعلام؟ لا 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 ولا اخاف منه ولا يعني ولا احزنه اطلاقا ما اخاف منه ولا اتضايق يعني قصدي ينتقدني لا اقصد ما تخشى انه ينشر سلبيات جهاز انت تعمل فيه واعترف اذا كان في سلبيات. والله انا هيد حصل واعترفت مره قلت له هذا الموضوع صحيح صار ما في مشكله. ايش القضيه يعني انت هو لما يجي يقول مثلا الشيء الفلاني في نقص وهو في نقص نقوم نقول له ليش تقول هذا الكلام ولا اكذب عليه؟ لا انا اجتهد انه ما يصير النقص هذا. أجل إيش فلسفتك في الإعلام؟ أنت دائما حريص على الإعلام يكون لا أنا شوف بدي أقول حاجة أؤمن بحاجة أن كل واحد له رسالته
طب الإعلام له رسالته طبعاً، إذا تجاوزوا ولا تكلموا كلام ذا يضايقك، لكن ما أنا ما أقدر أصير مسؤول عن الناس وأصكفهم، فليتكلم أخي، العمل هو اللي جاوب وليس الكلام. طيب فريق أسعد، خلينا نتحدث عن تجربتك في الأمن العام. أنت عينت مديراً للأمن العام برتبة فريق، حدثني عن هذه التجربة وكيف يعني تنظر لها. والله أول شيء أنا قضيت جبت سيرة رتبة فريق، أنا كنت فريق في مدير عام الجوازات، كنت فريق بس عينت مدير عام العام. الله يحفظه أمير محمد طلبني وقال لي تقرر أمر تكون مدير أمن عام وتحاضر، أنا خادم بلدي. وعشان أكون صادق، أول شيء أنا الفترة اللي قضيتها كلها بالذات الفترة الأخيرة، تعرف لما تكون مدير مرور ما حتتواصل مع وزير الداخلية يعني، لكن مدير عام أكيد حتتواصل مع وزير الداخلية ونائبه ومساعد الشؤون الأمنية. هذه الفترة أنا استفدت شيء كثير، أنا إنسان عندي يعني شوية إمكانيات، لكن لما تحتك في شخص زي الأمير نايف الله يرحمه، والأمير أحمد الله يطول في عمره كان نائب وزير الداخلية واللي زال في قلوبنا له مكانته ومحبته، تستفيد شيء كثير. ثم الأمير محمد لما صار مساعد للشؤون الأمنية صار فترة الأمن العام كلها مع الأمير محمد الله يحفظه. والحقيقة أنا استفدت كثير من الأمير نايف، شيء كثير كثير، لا مدرسة جامعة سمي ما تشاء شايف كثير، لا حتى أنت ما حتجلس معه 24 ساعة، لكن هي الخمس دقائق ولا الربع ساعة حسب ما يقتضي الأمر هي كافية إنك تستفيد كلمة واحدة يقولها تغنيك عن كتاب. أحياناً الأمير محمد كمان أضاف وأضاف حيوية والآراء الجديدة والمثابرة، والحقيقة أنا استفدت كثير. اللي قصدي أقوله هذا يعني مو أنا الواحد اللي لما جيت الأمن العام أو غيره من الإدارات إني أنا عملت كل شيء، في اللي أعلى مني وجهوني ساعدوني وقفوا معايا. شايف إيش اللي واجهته في البداية؟ إيش الصعوبات اللي واجهتها؟ والله شوف أنا ما عندي صعوبات، أنا ما أقول في صعوبات، لكن في أشياء تحتاج أحيان قرارات، شايف أحيان تحتاج دعم مادي، أحيان تحتاج دعم معنوي، شايف فيوقفوا معاك المسؤولين. وبعدين يعني ما كان ابدا لا الامير نايف ولا احمد الله يحفظ الله يخلي الامير نايف يحفظ الامير ولا محمد الله يسلمه، محمد هو الرئيس المباشر تعرف دائما السؤال والاتصال وكذا، كانوا يقفوا ضد اي فكره. انا ما اذكر انه صار نقاش على انه هذا لا ما يصير اسعد لا تسوي ذا، بالعكس دائما في اضافه كمان مثلا حلو زيد على ذلك قويك الله مش عارف يعني، فهذا كان جزء من كان في دعم يعني، يعني قصدي هذا جزء من الدعم، اكيد كانوا يدعموا زملائي اللي سابق يعني انا ما اكد. طيب. بس أنا أتكلم عن نفسي وعن الفترة اللي جلست فيها. أضف لهذا إنه الرجال اللي وجدتهم في الأمن العام هم نفس الرجال، لكن يحتاجوا مسبقة إنه تشغلهم أكثر، تعرف كيف إنه هم يعني الناحية اللي تخليهم يجاوبوا أكثر، والناحية ترى دي بسيطة جدا، هو احترامهم وتقديرهم وكمان يعني شوية توجيه بما يعني هكون صادق معك، لا أنا ولا أنت حنيجي في إدارة واحدة نكون في نفس التوجه، أفكار مختلفة، ما معنى أنت سيء وأنا أحسن منك ما أعرف يعني يجوز، لكن لا مو هذا الدين. فبالتالي هذا وهذا يعني من أهم الأشياء اللي ساعدتني هو رفع الروح حق الأفراد والضباط، صار الكل يشتغل يعني ما عادوا أمر روتيني والله ورقة وقعها ومش لا، إيش عندك أنت يا فرد أنت يا ضابط إيش عندك قدم لي، ها عندك شيء غلط أنا مسويه قل لي عليه بس باحترام بطريقة يعني فهذا كانت روح جماعية، فصار فريق يعني روح جماعية هي اللي طورت في ذيك الفترة العمل. طبعا قمنا باشياء كثيره منها مثلا اعاده المرور، يعني هذا قطاع لوحده اعيد في اشهر، يعني ما كان بسيط انك تعيد اداره في كل المملكه في اشهر، هذا كان من الاعمال الرئيسيه في الموضوع. البحث التحري تطور قوات الطوارئ ونحمد الله على ذلك، وهي كانت قويه وممتازه لكن اضيف لها الشيء الكثير، واراد الله بعد ان يصير بعض الأعمال هذه الإرهابية التي قضي عليها الحمد لله بفضل ربي أول وأخير، ثم بفضل المسؤولين الله يحفظهم جميعا ويغفر لمن مات ويقوي الأمير محمد على ما واخ، بالذات في هذه الفرصة أنا أشيد بما صار في الأيام الماضية هذه في الخلية. هذه نرجع له، في أشياء المواطن ما يشوفها بسرعة، يعني المواطن أحيانا دائما بيشوف حاجة قدام عينه ومعاه حق، لكن الأمن العام في أشياء كثيرة ما عدا المرور كان والشرط اللي في مناطق، الباقي الأعمال أكثرها جوا يعني طيب. طبخ داخل. هل هذا رد على اللي يقول إنه فترة أسعد عبد الكريم في الأمن العام لم تكن بالتوهج اللي كان فيه في الجوازات، ويمكن البعض يقول إنها لم تكن ناجحة بقياس على النجاح اللي حقق في الجوازات؟ لا أنا أقول لك مو صحيح، شوف هم ما لومهم، ممكن أقول ما شافوا الشيء. أنت سمعت هالكلام؟ يعني يدور، شوف كل شيء يدور،
واحد يقول لك انت احسن واحد، واحد يقول لك انت كنت ما ادري فالح، واحد يقول لك ممتاز. هذا عادي عادي يعني، هذا شيء طبيعه الناس. لكن انا عايشت العمل، ولو تسال الافراد والضباط بطريقه ما حتجد انه لا، صار في هذه الاربع سنوات عمل كبير جدا ومهم. فلكن عمل الامن العام محيط كبير جدا، انت بتتكلم عن مئات المدن والقرى والهجر ومش عارف ايه، اضف لذلك عشرات التخصصات انت بتدير. زي ما قلنا السجون انفصلت صارت قطاع خاص، المنشآت صارت قطاع خاص، المخدرات قطاع، هذه كلها ادارات، ولا زال في ادارات ممكن تنفصل في يوم من الايام. هذا يرجع للسياسه الدائمه، بس انا اقول يعني من كبرها ربما تفصل. انت كنت مع فصلها من زمان يعني؟ والله يعني لما اخذ رايي انا ايدت هذا التوجه، لانه تاخذ امكانيات افضل، لا تظل عبء على امن عام، وانا ماني قادر اقدم له الشيء المهم. يعني السجون ما كنا بالنسبه لنا نحاول نجتهد انه نقدم شيء، لكن لما تنفصل تاخذ ميزانيه الحاله شايف افضل لها. انا مو مهم اني كنت تحت اداره 20 قطاع. طيب فريق اسعد ليش ما طولت؟ يعني فتره عملك كانت 4 سنوات فقط في الامن العام، ثم جاء قرار اقالتك، او نقول نقلك او اقالتك، يعني ما عندك مشكله تفضل، ما في مشكله في المصطلحات، الى مستشار للامير نايف الله يرحمه. هل فعلا اقلت؟ لا، شو بدي اقول لك شيء، انا لو جلست الى الان كان لازم امشي في يوم من الايام، حمشي يعني حيقولوا برضه قيل بعد 10 سنين 12 سنه ما يشوف. بيقول شيء قبل كل شيء، والله العظيم اقسم بالله الكريم اني انا عملت معامله فوق الممتازه، سواء امير نايف الله يرحمه، المعامله من نايف فوق 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 الممتازه شايف، والامير احمد بكرمه وعدله وحكمته كان ايضا. لكن بحكم امير محمد انا رئيس المباشر، والله هذا الرجل عاملني معامله لدرجة إلى الآن لو أكلم بالتلفون أخجل مما يقوله لي فيه. أنا أشوف أنا نفسي أقل من هذه الأوصاف أو هذه الأشياء. بالنسبة لأني مشيت، أنا أقول لك حقيقة في ذاك الفترة كان عندي ظروف اجتماعية شايف أثرت فيها شوية، وخشيت أنه ما أقدر أدي واجبي بالشكل اللي أنا أرتاح له شايف. ودارس هذا دار في مخي فترة يعني. في الأخير قررت أني تكلم مع سمو الأمير محمد وقلت له يا طول العمر أنا عندي ظروف وأرى إنه لو تعفوني. بعد قناعة اقتنع سموه الله يحفظه وعرض الأمر على الأمير نايف وسار وعطوني مستشار. فلا قبل ولا بعد عمر جاتني كلمة أو فعل يضايقني منهم جميعا، وبالذات من الآن من الأمير محمد الله يحفظه ويطول في عمره، عمره ما جاء. بالعكس والله العظيم أقسم بالله الكريم إنه يخجلني في كلامه الذي يقول عني كاحترام يعني هو وزير داخلية ومحمد بن نايف يعني ما في لزوم إنه يعدي كلام ما هو. طيب جيتني مرحبا بك مع طولة غيابك، جيتني مرحبا الملعب
وش تقولوا تعاند ويتعب وش تقولوا فارس الملعب وش تقولوا تعاند ويتعب قولوا معنا قولوا على الراس والعين قولوا معنا قولوا عاشوا المحبين قولوا معنا قولوا على الراس والعين قولوا معنا قولوا عاشوا المحبين أصفر بلون الذهب أسود يا حال العنب أصفر بلون الذهب أسود يا حال العنب أصفر أسود أصفر أسود عاشق من ضمن الملايين عاشق من ضمن الملايين عاشق من ضمن الملايين دائما ما يطرح هذا التساؤل في الوسط الرياضي انه النفوذ الذي كان يحظى به نادي الاتحاد في فتره من الفترات اللي كنت انت فيها مديرا للامن العام كان يحسب انه هذا النفوذ هو بسبب دعمك لنادي الاتحاد او بشكل او اخر دعمك لنادي الاتحاد بنفوذك الأمن العام. أعرف يعني ما علاقة هذا بذاك يعني أول شيء أنا يعني بحياتي يا عمري ما استغلت وظيفتي في لا في نفوذ ولا في غيره ولا نفوذ ولا الدهناء. حقيقة أكلمك وعلى كل يعرف هذا الكلام. أنا الآن لما أحتاج خدمة من أحد من أي إدارة أستحي أن أكلمه ولا أكلمه عشان لا يقال إنه والله أنا عشان كنت فلان أبدي بس أنت تقول لا نفوذ ولا غيره إيش تقصد بغيره يعني يعني ما استفدت يعني مو ما استفدت لا لا مصلحة ولا يعني نفوذ ولا يحزنون ولا غيره يعني ما هذا مو شأني أول شيء مو شخصيتي أول حاجة اثنين حتى لو كان غير أسعد مدير أمن عام ومحترم منه وكل شيء ما كان يقدر يأثر في حياة الشباب يعني شأن الرياضي يأثر في مين يعني هيكلم سلطان فهد الأمير سلطان فهد يقول له اعمل لي كذا ولا اعمل لي كذا ولا يكلم الحكام يخافوا منه مثلا ما في هذا كلام يعني ما هو طعم يعني شايف لكن لو قالوا انه طريقتنا ومحبتنا في الناس وتعامل طيب مع كل الأندية ها ومع رعاية الشباب فعلا انا خدمت الأندية كلهم في حدود طبعا شايف لكن خدمتك لنادي الاتحاد يعني ما كان في فترة انه انت مدير للأمن العام ما كانت يعني تخلق نوع من التساؤل عند الناس انه مدير للامن العام ويدعم نادي الاتحاد وربما تخرج احيانا بعض الصور واللقطات وكذا للاعلام ما كانت يعني انا اقول لك حرج انا اديك شيء امس عيت مدير مرور جده كلمني مدير الشرطه الله يرحمه الفريق علي المشعوف قال لي يا سعد انت الحين مدير مرور ويقولون عنك انك اتحادي شايف وترى الاخوان في الانديه الثانيه حيدوشونه يقولوا كيف هذا يشجع الاتحاد فأنا أبغاه تترك إيش الاتحاد قلت له أنا أكذب عليك قال لا قلت ما نتركه أنا أهم شيء أنا أدي شغلي وإذا سعرت أو سمعت يوم أني تحيز لأحد في الاتحاد أو ظلمت أحد في غير الاتحاد حاسبني كما تشاء فأنا في يعني بدي أقول لك شيء طيب أنا كنت في جوازات الأمن العام وأنا مين رئيسي وزير الداخلية أمير نايف الله يرحمه وأحمد بن عبد العزيز ثم الأمير محمد قال ما أحد فيهم أشر لهذا شايفين الشغل يعني واحد قال ما دخل دافي ده بعدين أنا عشان عسكري ما يصير لي نشاط اجتماعي تمام أهم شيء إنه لا يأثر على عملي شايف ما يأخذ من عملي ما يلهيك أنا ممكن لا لأنه لا. كثيرين يقولون إنه قد يلهيك عن عملك طب أنا كنت مدير عام جهاز الفترة الذهبية للاتحاد وقول له كلهم يقولوا بجوازات ما كان حسمنا وانا كلام سوى صح ولا لا طيب كيف الهاني كيف يصير هذا الكلام كيف يتناسب هذا مع ذاك اكيد انا اثق بهذا الكلام واؤمن فيه تماما لكن احنا نطرح الاسئله اللي تطرح في الشارع تقال يعني جاوب. احد هذه الاسئله ايضا ابو محمد كان يقال انه اذا فاز الاتحاد نعم. انت كنت تسمح بترك اشارات المرور المفتوحه ل الاحتفال الجماهير تسمح لهم يحتفلوا والله شوف انت او هم طبعا لازم اجاوب كذا ان انا يعني عقلي صغير شويه يعني يكون في مجال لهذا عفوا لا ما اسمح لي لا مستحيل يعني حتى ادبا يعني حتى لو واحد نفسه يسوي الشغله هذه عيبه يعني شايف مستحيل انا عامل كل الناس سوا
والله العظيم عامل بكسر، ما عندي تفرقة لأحد. ومو معناته لو أهلي فازق ما قفل له الشرات ولا افتح له الشرات ولا أهلي. لا هذا ما عندي أبدا. وعلى فكرة أنا عندي محبة وود خالص بين مع كل البجار الرياضي وبالذات الأمير خالد بن عبد الله. علاقتك فيه كويسة ممتازة والله، هذا الرجل الكريم وخلق، وبينه وبينه ود ومحبة ويعني شيء ما عندي. بس يا تيش أحلى وش هذا، ما كلنا واحد يا أخي. طيب خلينا أجل أسألك عن موقعك في الاتحاد اليوم. أنا ما أشوف، شوف أنا عندي مبدأ، إذا ما أقدر أعمل شيء ما لازم أكون في الصورة كثير. وأنا لما كنت أدير الاتحاد لحد ما مع عام 16 23 أو 24 ما كنت أطلع كل شوية طالع في التلفزيون وطالع في الصورة. ليه؟ فكيف الحال لما أنا ما أكون أنا يعني اللي قاعد أقدم شيء كثير للنادي؟ ظروف حياة تحكم. يعني أنت كنت تقدم في السابق أفضل من اليوم؟ نعم. إيش قدمت في السابق؟ قدمت إنه أنا في فترة عام 16 كان الاتحاد العام 16 من 20-25 سنة ما جاب ثلاث بطولات ربطات، وطلبت من أعضاء الشرف إن أنا أتسلم هالمسؤولية وأطلع هذا الاتحاد من هذه المشكلة. إلى قالوا ما يعني كيف إيش حتسوي؟ قلت هذا شغلي، تركوني أنتوا شدرتوا النادي ما قصرتوا، لكن أنا لي وجهة نظر، أنا أبغى أن هذا الاتحاد يعود البطولات، ما هو كل 10 سنين بطولة. طيب فوافقوا جزاهم الله خير، الشيخ إبراهيم فندي وحسين لنجاو وبناجي وكانوا كريمين معي ووافقوا وكل شيء. فعلا مسكت أنا أشرف على النادي، فتوليت أنا جلب اللاعبين، أبغى اختيار لاعب زي الناس يعني شايف، اختيار المدرب كمان كان لي دور في اختيار الرئيس، سواء الأخوان الله يحفظهم جميعا ما قصروا، طلعت لامي ولا أحمد مسعود ولا حسن جمجو، يعني كان لي الرأي الأول في اختياره، كلمت بالتلفون يا اختارتي ووافق وجاء وعمل وما قصر، وربنا كرمنا بثلاثة بطولات في أول سنة، كنا نحاول تحسين الصورة جبنا البطولات كلها، وجاء الأخ مسعود وكان خيرة الإداريين برضو، وأخذ ثلاث سنوات في الإدارة وجبنا فيها حوالي 8 أو 9 بطولات جاهد أحمد مسعود، ثم جاء حسن جمجوم وأخذنا بطولة، ثم جاء أخ منصور ما قصر أيضا. يعني أنت تنسب أنه عودة نادي الاتحاد للبطولات؟ نعم. والمجد الأخير بسببك يعني؟ الأخير، ما بتكلم عن بداية الاتحاد. لا أنا أقصد من فترة المرحلة الحديثة. نعم. من عام 2016 العمل الجماعي، لكن أنا كنت من أشعل الجمعة. من إيش؟ أشعل الشمعة، شايف؟ أو رن الجرس على ما يقولوا. أما العمل الجماعي يعني لو كنت أنا الواحد ما غيري ما حسوي شيء، لكن أنا اللي كنت قلت لازم إنه نرجع، لازم نتفض نادي الاتحاد خلاص، كفاية سكون سكون سكون، نقعد وضع كويس ونجيبنا بطولة كل 5-7 سنين 8 سنين ما يصير. يعني نقدر نقول إنه أسعد عبد الكريم هو صانع أمجاد الاتحاد الأخيرة؟ يعني ما أبغى أسميها بهذا التسمية، شايف؟ لكني كنت من أشعل برضه رجع تاني. لا مرة. أنا أبغى إجابة. نعم. لا ما أحب أنا التسمية هذا كذا 100%، لكن أحب أقول إني كنت المساهم الأول في هذا الموضوع العودة إلى البطولات، والبقية كلهم كان لهم دور والجميع لون العمل وترك ما سار، لكن كان البداية نعم من عندي من أسعد عبد الكريم. نعم. طيب ليش ما صانع أمجاد ذي؟ لا ليش ما صرت رئيس للنادي؟ طيب إذا أنت تدعم النادي ما عندي هذه الثقافة. الثقافة هذه لسه ماني مقتنع فيها اني اصير رئيس نادي، وطلب مني و يعني صار اسباب خلاف مع عز الناس معهم عشان رئيس نادي الاتحاد او رئيس الشرف، ما عندي قناعة لانه لها مواصفات ما توفر فيها شوية الحاضر، وخاصة في الجو الرياضي الحاضر. تفضل ان تكون خلف الصورة. طيب ليش انسحبت لما حضر منصور البلوي؟ فضلت الابتعاد لما جاء منصور البلوي وصار رئيس النادي؟ منصور البلوي انا اللي رشحته وانا اللي دعمته في سير الرئيس، ويعرف هذا الكلام وما ينكروه، هو حبيب واخ صديق ونعم فيه. شايف اول سنه او سنتين كنا نفس الترتيب، بعدين اخذ على الرئاسه وتمرس فيها وشعر انه قادر هو انه يقوم بكل شيء، حسيت انه انا يعني ما اضيف شيء كثير، بس كنت معاه على فكره ما انقطعت، بس ما عاد اني انا اجيب لعيبه ولا اقترح احيانا عليهم اسم لاعب، فكانوا يقومون هم بالمهمه. فمو مسألة انك تجي انت، هي مو شطارة انك تخش في كل قرار. هل انا هذا وقتي اني انا اعمل قرار؟ ما صار خلاف بينك وبينه؟ لا ما هو ذاك الخلاف، في كان اختلافات وجهات نظر وتنتهي في وقتها، يحترمني كثير يحبني كثير وانا الرجل برضه. هل ابتعدت لانه صار يعني منصور البلوي يدفع فلوس اكثر يعني صار يجيب لا 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 ما لا او عنده كفاءة مالية؟ انا ما كنت ادفع فلوس انا عشان لازم اكون الكل لازم يعرف انا ما كنت ادفع فلوس. انت ما كنت انا كنت يعني بوجهاتي بمحبة للناس بثقتهم فيا والاتحادين بالذات كانوا يفضلون يعني يتبرعوا عن طريقي، وكان الشيخ ابن محسن الذي لا ينصف فضله على نادي الاتحاد هو خير داعم لنادي الاتحاد،
سواء دعم الآن أو ما دعم، هذا الرجل لا ينسى، يجب أبقى في ذاكرة الاتحادين كلهم. لا كثير يقولون أنه أسعد عبد الكريم يعني أنت والله ليش الصورة دائما عند اللي هي صورة أنه أسعد عبد الكريم يملك؟ والله يا ابن حلال أنا ما عندي مانع، أي واحد عنده كم مليون يجي ياخذ اللي عندي ويعطي اللي عندي، اللي يقول هذا الكلام ما عندي مانع. أنا عندي خير الحمد لله، مكتفي إني أنا محترم نفسي، ساتر نفسي أنا وأولادي، شايف؟ ما مديت يدي لأحد ولا أخذت مال أحد، شايف؟ لكن أنا ماني مليونير، أقول لك حقيقة ماني مليونير، لكن أتمنى هذا في مجال بس شريف ونظيف ما عندي مانع أصير مليونير ملياردير كمان. لا المسألة مش مليونير، أقل من المليونير أكيد يعني. أكيد واحد عنده يعني الحين أول واحد عنده مليون ثلاثة، كان تكلم مليون ثلاثة ولا عشرة ولا ذا، ممكن يكون واحد عنده، لكن إيش بتدخله في السنة؟ المهم أنت لو عندك 10 مليون إيش دخلك في السنة؟ ها؟ حتحطها في عمارة ولا شيء، دخلك 800,000 700,000. ما 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 هي ما هي كافي عشان انت، انا ما اتكلم من عندي 700 ولا يمكن اكثر او اقل، لكن اتكلم ما هي كافي عشان انت تعيش عيشه يعني في مستوى معين، انت ولادك يبغى لك سيارات، يبغى لك تعرف سفر اجازه، لما تروح يا اخي هذه الاجازه بتاخذ منك مبلغ قدره. فما عندي اكيد بقول اني انا دفعت نادي الاتحاد، لا والله ما دفعت، ما دفعت ولا انا يعني. ما عندي اولا ما عندي الامكانيه، هي الاهم ده يعني، ادفع 20-30,000 ايش حسوي النادي الاتحاد؟ 100,000 حتى لو قلت ما لا ما دخلت في الملايين، ما دفعت. لا والله لا والله لا والله، عشان كذا كان يقال عنك اقسم بالله ما دفعت الاتحاد يمكن في حياتي كلها ما تجاوزت 100 ولا 200,000 كلها طول عمري، على كمان فترات يعني. يعني رغم انه انا عندي ادفع والله ما عندي احتراف، لكن حضورك يعني تجاوز حتى الداعمين بالماده يعني، حضور اسعد عبد الكريم عشان كذا لقب الفعال. وهذا هو اقول لك، انا جابولي انا دعمت، شايف ايش ايش يعني لك لقب العضو الفعال؟ والله يعني شوف الاتحاديين بالذات عندهم شطارة في التسميات، ها فالحين مرة مرة هذا المدري ايش، هذا النمر، هذا الصقر، وهذا لا، فمن ضمن الأسماء حطوا علي الفعل اللي إني يعني إني فعلت اللي قلته فعلته، وهذا شيء جيد يعني، أنا ما أحب أهرج أحب أفعل يعني. طيب انسحابك من العضوية الشرفية بعدين ليش؟ والله فترة حسيت إنه الناس دائما يسألوا الى الان ترى فكره من جاي من رايح ايش يا ابوي ما ادري، ما يصدق اني ما اعرف، شايف؟ فذيك الفتره حبيت اني ابتعد عشان بس الناس لا عاد احد يسالني ايش حتسوي ايش حتجيب وايش حتودوا، خليني اريح دماغي شويه عشان كذا انسحبت. ايوه يعني انا ترى ماشي العضويه الشرفيه رسميه وراء هذه، ما عندك عضويه شرفيه؟ ما عندي ولا شيء. طبعا هم دحين لما تقول لهم يقول لك لا احنا مطلعين له هذا من الاعضاء المهمين واحنا طلعنا له حتى بدون فلوس، شايف؟ أنا لا أخذ عضوية ولا يحزنون. زمان كان عندي مدري عضوية جابوا لي إياها خطيتها، وقد أخذت عضوية الأهلي وأخذت عضوية الوحدة وعضوية كل الأندية المملكة عندي، والرائد ومدري مين لكن الغريب أنه أنت عضو داعم أو عضو شرف داعم لنادي الاتحاد وما تملك عضوية شرفية، مو غريب هذا الشيء؟ لا هم ما عندهم مشكلة بس أنا ما أخذت. أنت مو حريص عليها؟ ماني حريص، ماني حريص وخلاص يا أخي، أنا إذا ما أصبح إلا ببطاقة ما أبغى، شايف؟ هذه واحدة. اثنين ما عندي إمكانيات أقعد أدفع فلوس عشان أنا أؤمن اللي إذا أنا طالما ماني رسمي لاني رئيس، شايف؟ ولا راح تكون رئيس الشرف. ولا راح تكون رئيس، لا لا ما في مواصفات معينة لازم أنا أحس أنها موجودة فيها وأمور تتهيأ لي، ما بقى أنا مد يدي أقعد أتعطف الناس عشان أصير رئيس نادي أول شيء. اثنين الجو الرياضي ما هو محزن يعني، ما هو الجو الرياضي في بشكل عام ولا الجو الرياضي في الاتحاد؟ لا كله الاتحاد جزء من هذا، هو في بوزيشن في يعني كل نادي له شخصيته، شايف؟ لكن الشكل العام كله زي بعضه. افضل رئيس مر على نادي الاتحاد بوجهة نظرك؟ والله شوف انا اعتبر كل من رأس النادي هو حاول جهده ان يفعل شيء، لكن اذا حبينا كذا نقول عبد الفتاح ناظر هو الله يرحمه كان أفضلهم الحقيقة. طيب من رمز الاتحاد؟ الرمز الاتحادي والله معروف طلال منصور هو رمز الاتحاد مهما كان حقيقة، ظل رمز بكل شيء، بأخلاقه بعطاه السابق بكل شيء، حتى اللاعب قدر يعني الرجل هذا حتى لو ما عمل شيء إلى مدة سنين الله يطول في عمره يعتبر رمز، لأنه له أيادي بيضاء. وإذا قلنا بعده يقول لك الشيخ عبد المحسن، عبد المحسن الشيخ حتى لو ترك ما عندي مشكلة، هو مبتعد الآن عن دعم الاتحاد، ما عليش برضو إيش يعني قدم، هو لازم يعني إجباري إنه واحد يقعد يواصل العطاء. ليش مبتعد طيب؟ ما أعرف والله، هذا شيء يخصه. أنت قريب منه؟ إيه كنت قريب منه، لكن هو شيء يخصه، هو يعني له ظروفه، وأنا إنسان
يعني تعاملي كان أكثر من خلال الاتحاد، فترك النادي أو ما ترك يعني أنا حتى أنا ما كلمني في هذا الموضوع، يمكن مع الأخوان. وأنا بصراحة كنت فترة اللي أنا فيها في بيات مشيتوا يسمونه صيفي اللي تبي على الاتحاد، فذلك بعد وبعدنا وصار كذا، لكن بس هذا يظل في قلوبنا، وأنا بالنسبة لي أحترمه وأحبه مهما كانت الظروف. إن شاء الله ما يطول هذا البيات. يعني أنتوا شكلتوا ثنائي يعني داعم وفعال كما يطلق عليكم، العضو الداعم والعضو الفعال، يعني صرت تألق الاتحاد يمكن في فترات السابقة. عندما بدأت أول سنة اللي هي أخذنا فيها ثلاثية، أنا ما عرفت الشيخ إلا في نصفها أو بعد نصفها، شايف؟ دلني عليه شخص عزيز وقال في الشيخ ابن مسلم أمير الاتحاد وإنسان كريم ووطني يحب الوطن، وبالتالي أكيد أنه حيدعمنا الاتحاد له. فقابلته وكان بدأ دعمه في ذيك السنة، وكان في ذيك السنة بالذات دعم بسيط الحقيقة، لأنه كان لسه ما يعرف إيش اللي ساير. لكن بعدها الرجل قام بكل شؤون الاتحاد المالية، ما قصر، الله يعطيه العافية إن شاء الله. طيب لو سألتك عن التكريم، تكريم أسعد عبد الكريم، تكريم مين؟ تكريم أسعد عبد الكريم من نادي الاتحاد. لا أنا ما أبغى تكريم. ما تبغى تكريم؟ أنا ما أبغى أحد يكرمني، التكريم من الله أول شيء الحمد لله، شايف؟ ولو بحثنا في أشياء أهم من هذه أنا ما أبحث. لا يهمك. الله يا رجل ما الحمد لله. بس أشياء أهم من الاتحاد في حياة الإنسان يعني. لكن والله إذا أحد قدرك ولا كلمة شكر ولا شيء الله يحيي شكرا، لكن أنا ما لكن ما أبحث. لو أجبتني على هذا السؤال إنه أسعد عبد الكريم لم يقدر بحجم ما قدم يعني من نادي الاتحاد، هل هذا الكلام صحيح؟ ما شوف لو يقعد تحسب الحسابات هذه تتعب في كل شيء. حتقول والله اشتغلت في العمل وما قدروا. هذه مثالية زايدة. لا أنا أتكلم صحيح تحديداً الاتحاد. لا أتكلم صحيح والله أتكلم صحيح. تقول في العمل مثلاً والله قدمت وسويت، طيب ما إيش يعني شلوك الناس على رؤوسهم ليل نهار؟ خلاص يا أخي أديت واجبك، إن جاك تقدير مناسب والله خير، ما جاء ما أقعد أبحث، خلاص مع السلامة يا أخي، شايف؟ بعدين مو إجباري هو الشغلة. ما أبحث عن هذه الممجاد، أنا أبحث عنها كان بحثنا في شؤون أخرى. طيب سؤال أخير في الشأن الرياضي، هل أنت مع عودة نور للاتحاد؟ وكيف شفت ظروف انتقاله؟ والله شوف أنا بقول حاجة، أنا ما كان لي دور لا في انتقاله ولا في غيره أول شيء يعني إطلاقاً أبداً. أعلموني قالوا إنه إحنا بنستغنى عن نور، ما ليش؟ إيش الظرف يعني المناسبة؟ قال والله ما أشوف إنه مناسب على الأقل في الوقت الحاضر كمان. قال اتخذنا القرار، خلاص اتخذت القرار، تسألوني ليش؟ هذا لما مشى جينا العودة أنا ما أحس أني ولا أخذ رأيي، ومو لازم يأخذ رأيي، أنا ماني رئيس نادي ولا رئيس شرف ولا شايف ولا عضو إدارة ولا شيء، لكن أنا مع عودته لسببين، له للنادي، للنادي لأنه الآن يحتاج مع نقدر نتكلم عن الخبرات واللاعب شايف، وله هو لأنه هو نشأ في هذا النادي واختتم حياته إن شاء الله في هذا النادي. أنت مع عودته؟ لا مع عودته فعلا يعني. تشرح علي وتعاتب تقول لي طولت النظر، تشرح علي وتعاتب تقول لي طولت النظر، مقبول منك المعاذر معذور ذا طبع البشر، تشرح علي وتعاتب تشرح فريق أسعد. خليني أجي معاك المحور آخر حياة أسعد عبد الكريم، يعني ما شاء الله كثر المحاور هذا النادي يلعب محورين، أنا عندي 10 محاور تفضل. هي ثلاث محاور أصلاً الحين مشوارين. لا إحنا حلقتنا ثلاث محاور، طيب حياتك العملية وثم الاهتمام بالشعر، نجي للشعر اللي هو يمكن كثيرين ما يعرفون أسعد عبد الكريم كشاعر بارز ولو اسم يعني في الشعر، سواء على الأغنية العاطفية الأغنية الوطنية، لماذا هذا الغياب يعني؟ المشكلة كل شيء أنا غايب فيه. ليش؟
كذا دائما أسعد ما أجري ورا الشيء طبيعتي خاصة في النواحي هذه اللي هي فيها التلميع وإعلام ومدري أنا ما أجري وراها أول حاجة. اثنين أغاني الوطنية أنا تهمني أكثر من عاطفية شايف أنا أجد نفسي فيها. أنا عامل حوالي 50 نشيد وطني البلدي وقليل في حقه شايف من بداية من حرب الكويت شايف إلى قبل سنتين ثلاثة آخر أعمالي اللي هي ملك القلوب وحبنا ما هو ترف. أنا الملك عبد الله الله يحفظه يطول في عمره استاهل أكثر أبوه متعب والله. فأقدمها. المشكلة إيش الأغاني الوطنية في الوقت الأخير ما عاد يذيعوها حتى التلفزيون تمام وتقدمها لهم لا حتى الأيام الأخيرة ولا قبلها تقدمها لهم أحيانا ما يذيعونها مرة فصار الواحد إحباط عنده حتى إنه إيه يتابع موضوع الأغاني الوطنية خاصة في السنة الأخيرة ثلاث سنين ما عاد في ما يذيعونها يا أخي مع إنه من أجمل الأشياء يعني كيف هذه تحكي تاريخ المملكة يا أخي من عهد الملك سعود إلى عهد أنا بتكلم على اللي صار فيه أغاني وطنية وشيء يعني كلها هذه وحتى عهد الملك عبد العزيز في اللوبرتات وهذا يعني ليش كده مسحتوا التاريخ هذا والغيتوه وصار ما في أغنية وطنية أنا ما أقول كل شوية تشغل أغنية وطنية لكن يعني حطها يا أخي في مناسبة حطها في ما عاد في مسحوها من مع إن هذه غذاء والله العظيم إن نسمع الأغنية الوطنية أحسن نسمع الأغنية العاطفية أتكلم عن نفسي وفي غيري نفس الشيء يا أخي حطها في برنامج معين في الأسبوع مرة حطها شوف لها حل لكن تيجي أنت تكتب وتلحن وتسوي وتغني وتجي يعني تجي المغني قصدي وتلمع وتدفع فلوس وتحط وترسلها لهم حطها في الدرج إيش ما يصير يا أخي هذا الكلام كتبت لهم وأرسلت طبعا في أشياء وذيعات زمان في أحيان تيجي فترات تصير فيه اهتمام لكن الحقيقة من 7-8 سنوات ما عاد فيه اهتمام في الأغاني الوطنية تيجي لاحظت بس الحدث كلمتين وتجي طيب أنا يا أخي كل هذا عملته عشان تعيد لي يد ثانيتين أنت ما بتعطيني لا تكلفة ولا شيء أنا بدفع كل شيء وبكتب شايف وبعمل واجي وتفضل فيها ما يدعوها أنا عندي 5 أنا نشيد في وزارة الإعلام ما طلعت لها 4-5 سنوات عندك أم تعب يا غالي عندك أغلى من روح الوطن عندك وطني عند اللي عبد الله رشاد زيك اللي بدأ وعندك يد بيد لمحمد عبده عندك 6-7 أغاني ولا أدراج طيب إيش سوى أقعد أجي ما عندي شغل لكلم طلع أغانية طيب بعد هذا كله يمكن هذا أحد أسباب غياب نعم ما أقدر يعني خلاص الواحد إيش يسوي أكثر من كده يفتح قناة تلفزيون ويقعد يطلع الأغاني الوطنية إحنا إذا جينا نذكر الأغاني الوطنية لا يمكن ننسى أغنية حبيبتي ديرتي كانت دائما تعرض قبل الأخبار أخبار التاسعة أو بعدها صحيح والله شوف ما في قصة بس هو بدأت أنا كنت ما أكتب الأغاني الوطنية مش عشان ما أبغى أكتب كنت أحس إني ما أعرف أكتب أغنية وطنية كأني ضايع جيت كتبت مرة مرتين كذا كلام ما عجبني كثير شايف لما صار الحدث صارت مشكلة الكويت وصار الملك فهد الله يرحمه فره متفاعل مع هذا الموضوع إنه همنا دولة خليجية دولة عربية شايف سير عليها وخاصة خليجية وقريبين منا ومن أهلنا وديرتنا فالملك فهد وطلع في التلفزيون وقال إنه يعني إحنا مضطرين إنه يعني نحارب عشان نسترجع الكويت يعني وطلب من الشعب إنه يعني يوقف معه وكان الشعب أصل واقف الردي يعني لكن كمان هو من حب الشعب ومن أخلاقه الكريمة طلب هذا الشيء أنا على طول تفاعلت معه كتبت لبو الندى اللي هي أول أغنية ذيعت تقريبا في هذه المناسبات اللي هي الشعب السعودي هي لبو الفهد هي شعب المحبة هي يا أعظم بلد أنشدوا رددوا بالحناجر مجدوا فهد فهد هن شعبك طايعينك بعون الله في يمينك وحدر أمرك يا فهد فكان هذه لها الوقت ثم بدأت الإيش صرنا في جو الوطن إحنا دائما نحب وطننا لكن في أجواء يعني فصرنا في جو الوطن هذا قدم كذا أنا أقوم أقدم عمل ثاني أحب يكون أفضل وهلم مجر فمن ضمن أغاني حبيبتي ديرتي كانت في ذهني إن هذه ديرتي أنا أحبها وأنا أعشقها وأنا ودي أكون فداها في كل شيء فتعملت لحن طلال باغر لحن جميل جدا ونزلت يعني ما لها قصة بذاتها لكن هي القصة شاملة لأنه في الفترة عقد الكويت هذه يعني قدمنا يمكن عشرات الأعمال أنا وغيري من زملائي لكن أنا يمكن قدمت أكثر واحد قدمت يا إلهي كمالات الساعة محمد عبده السعودي البطل شايف يا هلا بك المعارك يا هلا بك المعارك هذه اثنين المعارك قدمناها شايف. تحفظ كلماتها تذكر كلماتها والله أذكر جزء يعني يقول فيها يا هلا بك يا المعارك حنا والله أهلها يا حلاتك يا الشهادة كل غالي لأجلها دون ترابك الرقاب
مننا نغزي الحراب، والحياة نفدي الحياة، والمقابل ما نهاب، السلام سلمنا، والمعارك علمنا، والعهود لا للسعود، حاشا والله يا حسود ما تخطي أرضنا. الله. هذه لها قصة هل أقول لك إياها. هذا لما بدأت المعركة أنا قدمت السعود البطل، كانت جميلة، فكلمني طلال باغر، أنا كنت مدير جوازات منطقة مكة، بالتلفون قال لي أبغاك. نعم. قال لي أمس كنت في الاستوديو سمعت كلمات الأمير محمد بن عبد الله الله يرحمه، يقول هذا صديق عزيز على نفسي كثير. قلت طيب. قال اسمها هبة هبوب الجنة. وين أنت يا باغي؟ طيب. أنا طبعا تعرف. قال لي بس أغنية جميلة ورائعة. قلت طيب يعني إيش قصدك؟ قال يعني تبغى كلام يعني زيها أو يعني أو نزيد عليها شوي، تعرف التنافس. طبعا منافس المحمود. والله يا أنا في المكتب قلت للعسكر قفل الباب خلاص، ما جسمه جاتك جاك الهام لازم الشعر. أكتب شيء. فكتبت هذا الكلام على طول، زامت على طالب وتخذ الكلام اللي دابني قلت الكلام شايف، قلت له الكبليهات تجيك بعدين. مشيت في السيارة، كنت أنا أسوق سيارة بنفسي، وصلت إلى جهة الترحيل كذا طريق الملك فهد هذا 60، جاء الكلام وقفت على جنب، كتبت الكلام وارسلت له، طلعت من أجمل الأغاني الحقيقة، سواء لحن خرافي يعني. حبيبتي ديرني وعمري وبعد عمري، عمري وبعد عمري. حبيبتي حبك في شغلاني، في دمي غدا يجري، في دمي غدا يجري. بعد عمري، عمري وبعد عمري. حبيبتي حبيبتي حبك في شغياني، في دمي غداي، في دمي غداي. يا دار عزي، يا دار عزي، عزي كريم شان، عزي كريم شان. الله 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 يصونك يا كل فخري، يا كل فخري، يا قبلة الإيمان، يا قبلة الإيمان. أرواحنا دونك، أرواحنا دونك، كل القلوب ديرتي يا ديرتي، سلم وحب حبيبتي يا ديرتي، كل حضورك في الأغنية يعني ما نقدر ننسى أغنية جيتني مرحبا بك اللي تغنى فيها الفنان العربي محمد عبده. والله شوف الأغاني العاطفية
زمان لها مشكلة والآن لها مشكلتين. مشكلة زمان إنه ما في مجال إنها تروج كثير إلا الكاسيت، شايف؟ لكن كمان كان زمان جميل، كان المطرب يبحث عنك، كان يزهم عليك عندك شيء عندما الآن لا، ما يبحثون، حتى لما تعطيهم ما يغنوا، شايف؟ ما أدرك حتى تعاون مع محمد عبده. لا أنا عندي عمل جديد مع محمد بس إن شاء الله يغني، يعني هو ظروفه، أنا ما يعني عمل جميل يعني، شايف؟ بس هو ظروفه، أنا ما أعرفه محمد عبد الظروفه. إيش قصة العمل؟ قصته؟ أو اسمه أو؟ والله أنا يعني ما أقدر أفصح عن تفاصيل، لكن اسمه توك عرفت. توك عرفت. نسمع كلماتها شوي ولا؟ لا ما أحفظها، وبعدين خلينا كده مفاجأة. طيب خليني أجل أرجع للقديم، جيتني مرحبا بك. أيه. انت تكتب ولك ايضا تشرح علي وتعاتب. أيه. تقول طولت العين النظر بحر. العين بحر. أه. تكتب في من ابو محمد؟ اكتب للناس كلها. في من اللي تكتب فيه؟ من اللي يلهمك؟ من الشخصيه؟ ما والله ما عندي والله. تحب مثلا؟ لا لا. الحب والحب مو عيب، لكن والله ما ابدا عمري، حتى قبل زواجي انا من المواضيع ما هذا الشعر. شوف اللي يقعد يقول لك يعني مثلا شاعر، ما انا مسمي واحد يعني، لا نسميه استاذ ابراهيم خواجي حبيب الكل. طيب استاذ الكل. أيه. يمكن سوي له 2000 نص يعني، حب 2000 مره الاستاذ ابراهيم خواجي يا جماعه يعني. بعضها قد تورد يعني، مثلا يكون في صبيه مثلا وشاف مثلا اهل صبيه طبعا خاصه هناك معروفين بحجابهم باشياء، لكن شهد الحنه في الكون خطرت الفكره ما عليه مثلا، انا ما بقول عنه يعني زي كذا، لما في حاجة تكون نادرة. لكن تقول جيتني مرحبا بك بعد طولة غيابك، من تقول لمن هذا الكلام؟ أقول للناس. أنت هل كنت في حالة؟ أنت شاعر؟ لا والله، لا والله. أنت شاعر يعني بشاعر الناس كلها، ما بتكتب ولو بس تكتب على نفسك مشكلة يعني. إيش أنا كل يوم في قصة؟ أنت بتكتب على الناس. لكن بدي أقول لك شيء أزيدك من الشعر بيت، اللي كل واحد يقدر يقول لك والله أنا تجربة، أنا ما أعتقد إنه صحيح برضو، مو عشان الحب والعاطفة ولا. لا الشعر أحيانا أنا ماشي في السيارة تجيني الفكرة، يعني ما شاء الله مين ألهمني، تجي الفكرة هي كلمة ترى، زي مثلا زي ما قلت أنا خطوة عزيزة مثلا، ها جات خطوة عزيزة والله طيب حلوة كذا، خطوة عزيزة في نفسي لها معنى، أكبرت منك حبيت تجمعنا، رعيت لي قدري كبرت في نظري، دي جيتك على راس تكرم يا أغلى ناس لو جت في عمري، يعني هذا الكلام كله أنا مألفه على أحد كده، هو تنزل كده بسرعة يعني كده تخطيط تخطيط ما في. هذه غناها طلال مداح. طلال مداح الله يرحمه. الله يرحمه. فأنا لي أعمال مع طلال مجموعة، ومع علي عبد الكريم مجموعة، ومع بادي مجموعة، ومع محمد اثنين يعني عاطفي يعني، أما محمد أكثر شيء كان وطني معه، عبد الرشاد ومحمد يعني مجموعة. الحين في عمل مع طلال سلامة، كنت عملت مع عمل سابق، سألتك يا كريم ترسل رسائل مفرحة لقلبي، هذه كانت مع طلال زمان، والحين في مساء الفل. مساء الفل. يا مساء الفل. وش بعد؟ يا باشا الكل قلبي معك هايم هايم ولا مل، فين السلام وحلو الكلام، هو الغرام رضيك وتزعل. الله هذه مع طلال سلامة. صح لسانك. جديدة إن شاء الله يعني. إيه سجلت إن شاء الله تنزل في الشريط إن شاء الله. طيب من أفضل من غنى لك؟ والله كلهم يعني كله. شوف المشكلة أحيانا أنا أسوي الأغنية واللحن مع طلال أو مع غيره، من يوم ما أسمع هذه أقول هذه تصلح لعلي طلال أو هذا لعلي مثلا. إيه. هذه احسن عام، مو معناته ما يقدر يغني، لا هذه محمد، حتى عالم تقول الفنان يقول لك لا هذه حقه محمد يا عمي، ما شايف مو انه ما يقدر، بس خلاص التيب حقه يعني، تجي تقول هذه لا عبد الله رشاد، هذه عبادي يا سلام، شايف؟ فعبادي مثلا ما جي ما غنى لي مثلا هونت قالوا ودع لك كان قلبي اعطاك، جميله جدا ما انكرها ليش، لكن عموما محمد عبده طبعا يظل استاذ، وطلال مدح. طيب لما تكتب مثلا جيتني مرحبا بك او تشرح علي وتعاتب، هذه اللهجه الحجازيه البسيطه، مع انه الاصول تعود بك الى القصيم، يعني كيف انت تكتب بهذه اللهجه؟ والله شوف انت اول شيء انا حقيقه يعني احنا يعني ما بعود للمساله هذه، لكن يعني لكن كلنا نفتخر باننا مسلمين ومن هذا البلد الوطني قبل كل شيء، لكن طبعا هذا من هنا وهذا من هناك، هذا شيء طبيعه الامور طبيعي. فانا يعني اصبرنا نرجع عتبان يعني، مش عارف عتبان اكثرهم من جهه مكه يعني اصولهم، بس نزحوا وراحوا بعض منهم جوا في القصيم، واحنا جدودنا جوا في القصيم، بس انا عشت هنا، وبالتالي تشربت اللهجه والثقافه، لكني كتبت بالنبطي بسيط، كتبت بالعربي الفصيح قليل يعني مو كثير، بس الغالب بحكم انا هنا بكتب بالحجازي.
كانوا كتب إبراهيم إبراهيم على رأسهم، تريا قابل، صالح جلال، أحمد صادق، محمد رجب، يوسف رجب، هذولا كانوا أساتذة في العمل. ولطفي زيني، خالد زارع الله يرحمه، هذول اللي معروفين في الكتابة. ترى حاجة ما هي سهلة، صعبة. عشان كذا يعني النمط يمكن أسهل شيء، شايف؟ لأن مفرداته كثير كثير كثير، شايف؟ الحجازي بسيط. فأنا أكتب من البيئة، من مثل أخذه، شايف؟ كلمة من الجو شو اسمه العام يعني. فهنا يعني جمال الكلام الحجازي في بساطته أكثر وفي خفته يعني، هذا هو. بس مع الأسف كثير ما صاروا يغنون، انتشر أكثر. طيب لو سألتك من أفضل من كتب الأغنية السعودية؟ والله في تختلف يعني، لكن لو قلنا إطلاقا إبراهيم خفاجي، لكن لو قلنا بنبطي خالد الفيصل، قلنا في الأغنية الجديدة اللي تجددت على صح بدر وعبد المحسن، شايف؟ هذول أركان، إبراهيم خفاجي، خالد الفيصل، بدر وعبد المحسن، أنا أعتبرهم أركان يعني. طيب متى نشوف كتاب يوثق تاريخ أو سيرة أو تجربة الفريق؟ والله عرض يا أخو محمد، عرض عليه كثير، في محاولات جادة كثير، لكن أنا ممتنع عن هذا. و الله يا أدري، أخليها لأولادي إذا بعد عمر طويل ما بشايف. لكن يعني من ضمن إدارة نجد جابت لي كتاب كده مطبوع وفي صورتي، شاهدها قالوا هذا كتاب عنك، طبعا تحته أبيض ما في شيء، تحصل ما سويته. قال لا بس عشان نغريك إنك إيش تمليد. تكتب ما أنا لا أرى أنه وقته، وماني الآن في هذا يعني الطريق، ما ماني مرتاح لهذا الموضوع كثير حتى الآن على الأقل. سؤال هذا أخير أنا تعمدت أخليه آخر الحلقة. من المواقف الصعبة اللي مر فيها الفريق أسعد عبد الكريم هي وفاة ابنك محمد، والشخص اللي بلغك الوفاة هو الفريق الآن خلفك، سعيد القحطاني. تذكر هذا الموقف؟ نعم أذكره، كيف ما أذكره. أنا داومت في نفس اليوم، وكانوا طبعا أولادك عزيزين عليك سواء هذا أو ذاك، ومحمد كان بكر الله يرحمه. فحتى أنهم عندما أتوا جابوا دكتور على أساس أنه ربما يغمى علي، ربما يصير لشيء. دخل هو و اللهم صل على محمد، ما أدري مين معه سحيمان كان مرافقيني، و اللي عايشني 20-25 سنة، هو كان سائق فيا لكن من المحبين له يحباني. وجاء وقف وقال كده، واقف وقال لي محمد ايش في محمد؟ قال محمد مات، صار له حادث مات. قال لي الله يرحمه، سبحان الله ربنا اعطاني بذيك الفترة. هم استغربوا كلهم من هذا الموقف. خلاص مات وش اسوي؟ يلا نقوم نسوي إجراءاتنا. رحت البيت وكلمت أهلي والحمد لله على كل شيء. طبعاً الصدمة الأولى هذه ربنا يهبه الصبر فيها خير كثير إن شاء الله، أقول يا رب إنه كتب لنا فيها الخير كثير. أنا محمد ما غاب عني ولا يوم من يوم ما توفى إلى الآن، لكن أحمد الله ربنا أراد. حتى في ثاني يوم أنا كتبت اللهم لك الحمد، أحمد الله على أنه ابتلاني بهذا البلاء، أنه اختارني أن أبتليه، معناته أقول يا رب أنه ربي يحبني فابتلاني بهذا. والحمد لله ما ندري الصالح فين والخير فين، شايف؟ فالحقيقة يعني موقف عصيب، لكن الله سبحانه وتعالى كثير استغربوا. حتى أنا يوم حادث حصل يوم أحد، وأنا يوم السبت كنت في مكتب في الرياض، إحنا رحنا مكة ورحنا المدينة أنا والأهل. فزعم علي أمير محمد وينك يا فريق أسعد؟ أظن سمع إني في المكتب. وينك؟ قلت في المكتب. ليه يا فريق أسعد؟ قال لي يا أخي ارتاح، يا طويل محمد مات وش بقي؟ خلاص ما عندي شيء تاني أسوي، أجي عمل يحصل لي، شايف؟ حتى يعني الأمير محمد قال لي يعني ما كثير، قال لي والله أنا فجأت موقف الحمد لله على أنك صابر وكذا. قلت والله يا طويل العمر هذا قضاء له وقدره، ونحمد الله على ذلك، ولا نقدر نفعل، مشيئة الله فوق كل شيء. الله يحفظ لنا الباقين ويحفظ لكم إن شاء الله، ما يسيركم في أحد إن شاء الله. يعني هذا مجمل الموضوع، والحمد لله على كل شيء، ما
راضين بقدر الله. الحمد لله. الحمد لله. الله يرحمه إن شاء الله. شكرا لك فريق أسعد لهذه الحلقة، وإن شاء الله يعني تكون بإذن الله يعني من الحلقات اللي هي أنا أثق تماما أنه راح تكون من الحلقات اللي مميزة في برنامجنا. الله يجعل فيها خير إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا لك فرصة طيبة. الله شكرا للمشاهدين إذا شاهدونا ورضوا عنا. آمين. إن شاء الله كل راضي.